مش ممكن يعدي رمضان من غير منظور السيدة. أجواء رمضان في الحي ده ملهاش مثيل، وطول رحلتنا في السيدة هتحس بالفرحة والبهجة في كل ركن وكل حارة وكل درب. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا وجولتنا النهاردة وإحنا في شارع يوسف السباعي أو شارع السد، واللي بيعتبر واحد من أهم شوارع السيدة، الشارع اللي بيبتدي من ميدان أبو الريش عند محطة مترو السيدة زينب وبيفضل مكمل معانا لغاية شارع بورسعيد عند مسجد السيدة، استكماله بعد كده بيكون شارع الكومي اللي بيدخلنا بقى بعد كده على ميدان لازوري. شارع السد اللي إحنا موجودين فيه هو أكتر شارع بتحس فيه بروح رمضان في السيدة. من قبل رمضان بأكتر من شهر بيتميل زي ما انتوا شايفين كده بشوادر بيع الفوانيس ومنتجات رمضان بشكل كبير جدا، وبيشبه كده منطقة تحت الربع اللي موجودة في الضرب الأحمر. طول ما انت ماشي في شارع السد هتحس بدفى وحب وترابط، يعني هو حي عريق بالفعل في القاهرة، أنوار وزينة وفوانيس مالية كل ركن من أركان شارع السد. الجمال كله بقى ان مسجد السيدة زينب موجود على ناصية شارع السد في تقاطعه مع شارع بورسعيد. لسه بنكمل طريقنا في شارع السد، وزي ما بقول لكم كده هتحس يعني بدفء وترابط مش طبيعي، تحس باهل مصر الطيبين وهم بيستمتعوا بليلة من ليالي رمضان بشكل لا يوجد له مثيل في اي مكان تاني في مصر. شارع سد كمان موجود فيه محلات أكل مشهورة جدا في حي السيدة، يعني يمكن على ناصيته على ميدان أبو الريش كده في محل ومصمت ومطعم حبايب السيدة المشهور، كمان موجود فيه ترشاج الحبايب والحريف وسرجة النصر، وفي عدد من الجزارين وأفران العيش، وكمان موجود فيه سنتر شاهين اللي موجود على يميننا دلوقتي. يمكن احنا كان لنا رحلة في شارع السد بس كانت بالنهار قبل بداية شهر رمضان، وتفرجنا على شكل الشارع بالنهار، تفرجنا على شكل الناس اللي بتشتري الفوانيس لولادها وحبايبها وعيلتها، وزي ما انتم شايفين شكل الشارع بقى وكمية النور اللي بتحوطك من كل جانب في شارع السد شيء مش ممكن تلاقيه في اي مكان تاني. زي ما انتم شايفين الجمال كله موجود في شارع السد، والعراقة والتاريخ كله موجود في حي السيدة. ويعني بما اننا في شارع السد واللي قلنا فيه عدد كبير من شوادر بيع منتجات رمضان، فعايز اقول لكم وعايز احكي لكم عن واحد من المشروبات التاريخية اللي موجودة على مائدة الفطار في رمضان، وهو قمر الدين. قمر الدين بقى يعتبر من اهم المشروبات على الفطار، هو من المشروبات المشهورة جدا في كل البلاد العربية. قمر الدين ده عبارة عن شرايح من المشمش بتتجفف وبيتعمل منها عصير، وبيتقدم للصايمين بعد ما يتنقع في مية ويتحط عليه سكر. سوريا من أهم الدول المشهورة بقمر الدين، وده بيرجع ل 1400 سنة لما كان الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بيؤمر بتوزيع مشروب المشمش فور ثبوت رؤية الهلال، وعشان كده سموه قمر الدين. يعني أول ما الهلال يثبت رؤيته إنه بكرة رمضان بيبتدي بقى كان بيبتدي يوزع مشروب قمر الدين على الشعب بصفة عامة، وعشان كده زي ما بنقول سموه قمر الدين. في مقولة تانية بتقول انه تسمى كده لانه اشهر واحد عمله كان اسمه قمر الدين، وكان برضو راجل سوري، وكان بيتقال انه كان وسيم جدا وعشان كده اتسمى باسم قمر الدين. في كمان بيقول ان موسم المشمش في سنة من السنين تزامن مع بداية شهر رمضان، فعشان كده اتسمى المشروب اللي بيتعمل من المشمش اتسمى قمر الدين. ما زلنا موجودين في شارع يوسف السباعي أو شارع السد، كان في بعض الأمطار الخفيفة كده هي اللي خلت في مجموعة كده أو تجمعات للمية اللي موجودة قدامكم. عايز زي ما أقول لكم هو رمضان السنة دي كده ما بين الصيف والشتاء، ما بين شهر 3 وشهر 4، فبيكون في تقلبات جوية بشكل كبير. احنا داخلين دلوقتي بقى في نهاية شارع السد أو شارع يوسف السباعي، داخلين مباشرة كده على ميدان السيدة زينب. لو كملنا على طول هيكون
شارع الكومي، وزي ما قلت لكم ممكن ندخل شمال من شارع المبتدئين، وهيكون قدامنا شارعين، في منهم شارع خيرت وشارع النصرية. لو دخلنا على شارع النصرية هيكون استكماله شارع محمد فريد واللي وصلنا لوسط البلد، ولو دخلنا شمال من شارع المبتدئين هنفضل ماشيين على طول لغاية ما يقطعنا شارع القصر العيني، ولو عدينا شارع القصر العيني هندخل على منطقة جاردن سيتي الراقية الجميلة جدا في مصر. احنا بالفعل كده لفينا ودخلنا على ميدان السيدة زينب، وهيكون على يميننا مباشرة مسجد السيدة زينب، لكن انا حبيت ان احنا نلف دايرة كده حوالين الميدان عشان نشوف المسجد بشكل قريب شوية وبشكل موسع. وقدامنا دلوقتي عرفة الكنفاني، هنروح له ان شاء الله خلال رحلتنا النهاردة وهنتفرج عليه من قريب. الشارع اللي في وشكم مباشرة ده هو شارع بورسعيد، طبعا استكماله بيكمل بقى شارع بورسعيد لغاية يمكن الزاوية الحمراء والأميرية والمناطق دي. زي ما شفتوا كده ادينا لفينا حوالين ميدان السيدة زينب، وبقى في وشنا مباشرة مسجد السيدة زينب التاريخي برضو والعريق اللي بيجي له عدد كبير جدا من الناس، سواء كان من اهل السيدة زينب وكمان عدد كبير جدا من الناس اللي بيجوا له من محافظات مصر كلها، ويعتبر من المزارات المهمة زيه زي مسجد الحسين والجامع الأزهر طبعا في القاهرة. وبنتمشى كده ونشوف الزينة والأنوار اللي مالية مسجد السيدة زينب. قدامنا مسجد السيدة زينب، وهو الحي كله متسمي على اسم السيدة زينب بنت سيدنا علي والسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت الحسن والحسين. بنشوف كده بعض الناس اللي بيصلوا لسه العشاء بره مسجد السيدة زينب، ودخلنا بالفعل على مسجد السيدة زينب من الداخل، واللي بيتم فيه عملية تطوير كبيرة جدا زي التطوير اللي حصل في مسجد سيدنا الحسين. وشفنا بالفعل شكل مسجد سيدنا الحسين بعد التطوير في حلقات اللي اتعملت قبل رمضان. والمسجد زي ما انتم شايفين والاهميته ما ينفعش يتقفل، وعشان كده هتلاقي الناس بتصلي على سجاجيد صغيره كده وحصر لغايه ما ينتهي التطوير ويتفتح المسجد باكمله. المسجد اللي احنا فيه اقامته وزاره الاوقاف في الاربعينات مكان المسجد القديم، وعشان كده هو مش مسجل كاثر اسلامي. عدد كبير من سكان الحي وكمان اهل مصر اللي بيجوا من المحافظات بيحبوا انهم يصلوا في المسجد ده بصفه عامه ومش في رمضان بس. طلعنا كده من المسجد ولسه بنتفرج على المسجد من بره، واحنا موجودين في ميدان السيده زينب، المنطقه اللي بتكون كامله العدد في عدد كبير من شهور السنه، وفي رمضان بتزيد الفرحه وبيزيد الجمال وملامح البهجه بتكسي الحي كله بشكل كبير جدا. وبما اننا موجودين في الميدان ففي شهر رمضان بتحلى الكنافه والقطايف، وعنوان الكنافه هو عرفه الكنفاني اللي موجود قدامنا دلوقتي، واللي رحلته مع الكنافه والحلويات بترجع لسنه 1870. رحنا بقى على شارع ادري، وعلى ناصيه شارع ادري كده بنشوف صوبيا توتو المشهور جدا، هو من المشروبات المميزة في شهر رمضان. وفي حي السيدة زينب مش بتلاقي محل صوبيا واحد، ولكن في اتنين، والاتنين حلوين ومشهورين. صوبيا توتو اللي موجود قدامكم دلوقتي واللي موجود في تقاطع شارع أدري مع شارع بورسعيد، وكمان موجود فيها صوبيا الرحماني اللي هنروح ليه كمان شوية صغيرين ونستمتع كده برؤية صوبيا الرحماني اللي قدامكم دلوقتي واللي موجود برضو على ناصية شارع المبتدئين مع شارع الكومي، ويمكن هو اكتر شهرة وموجود زي ما قلت لكم على التقاطع ده. والصوبيا بتتعمل من الخبز البني والشعير والتوابل والسكر، وممكن تبقى بيضة او مصبوغة باللون الاحمر. ومن الصوبيا للرز بلبن والقنبلة المشهورة بتاعت الكرنك، واحنا دلوقتي في شارع محمد فريد، وزي ما انتم شايفين المحل عامل فانوس كبير من الانوار ضخم جدا ومنور ومزين المنطقة كلها. احنا هنا يعتبر دخلنا نسبيا في حي عابدين، وبنشوف محل
الكرنك المشهور، او هنشوفه دلوقتي حالا، محل الكرنك المشهور بالقنبلة، هي عبارة عن رز بلبن وبسبوسة وكنافة وقشطة وحاجات تانية كتير، عامل مجموعة كبيرة من الفانوس ضخم جدا وطويل جدا، وادي على ناصية كده الحارة اللي موجود فيها محل الكرنك. وزي ما بقول لكم هو بيسمي نفسه اصل القنبلة، زي ما بقول لكم بسبوسة وكنافة وقشطة وحاجات تانية كتير ورز بلبن طبعا. طبعا في رمضان الناس بتحب ان هي تاكل حلويات بشكل كبير، والحلو في الكرنك ليه شكل وطعم مختلف ومميز. ومن الكرنك رحنا لشارع من شوارع السيدة المشهورة، وموجود فيه مطعمين من المطاعم المشهورة جدا، ومفرع تاني من فروع حبايب السيدة، وكمان في مطعم الجحش العريق اللي موجود في الحي هنا. شارع هو شارع مراسينا او شارع عبد المجيد اللبان، ولسه الناس بيحبوا ان هم يطلقوا عليه شارع مراسينا. الانوار الكبيره اللي موجوده قدامكم هي انوار مطعم الجحش، وعند الجحش بقى بيحلى السحور فول وطعميه وبطاطس وبيض وزبادي. مطعم فعلا مميز. ادي بقى الفرشات اللي موجوده والكراسي اللي ماليه الشارع والزينه والانوار اللي ماليه شارع مراسينا او شارع عبد المجيد اللبان اللي موجود في حي السيده. المنطقه دي اول ما بيقرب السحور بتلاقي المنطقه دي اتملت بعدد كبير من الناس اللي بيجوا من مناطق مختلفه بعيدة عن حي السيدة عشان يتسحروا عند الجحش. وليه الجحش ده ليه تاريخ عريق وطويل. الشارع ده لو كملناه على طول هيقطعنا بقى شارع، او هنكمله بشارع الخضيري وشارع الصليبة وشارع شيخون لغاية ما نوصل لميدان القلعة. كمان النور اللي قدامنا دلوقتي ده هو محل حبايب السيدة، هو فرع تاني غير الفرع اللي كان موجود في شارع السد في بداية الحلقة، ومصمت لبيع لحمة الراس والكوارع والفشة والكرشة والطحال والمنبار وغيرها كتير، وهو من اشهر محلات فواكه اللحوم زي بحة وبجة كده في السيدة وعبدين. ومن شارع عبد المجيد اللبان او شارع مراسينا رحنا على شارع ادري، وحندخل كده بعض الشوارع الفرعية اللي موجودة في حي السيدة زينب عشان تتفرج على الجمال والزينة والفوانيس، وازاي المصريين بيستمتعوا بليلة من ليالي شهر رمضان الجميلة، وازاي بيشتروا حاجاتهم وبيشتروا من المحلات المنتشرة في الشوارع الجانبية. يتفرجوا كده على شكل الزينة، اتفرجوا كده على شكل الناس الطيبين وهم ماشيين وبيستمتعوا زي ما بقول لكم كده بليله من ليالي شهر رمضان. الشارع اللي احنا موجودين فيه ده اسمه شارع الحوض المرصود، وهو على ناصيته كده مستشفى الحوض المرصود للجلديه المشهوره جدا، والناس زي ما بقول لكم بتستمتع بليله من ليالي شهر رمضان. موجود فيه ادي سوق من الاسواق الشعبيه، سوق اسواق الخضار، وهتحس في المناطق دي بشهر رمضان بحق وحقيقي، اجواء خياليه وممتعه ومختلفه عن اي مكان. زي ما حضراتكم شايفين الزينه ماليه كل مكان، والفوانيس والانوار والمحلات زي ما كنا لسه بنحكي ماليه الاماكن الشعبيه كلها. رجعنا كده لشارع ادري قدام الحديقه الثقافيه للاطفال، واللي في رمضان بيكون فيها انشطه مختلفه لكل الاعمار، اطفال وكبار ولاد وبنات. الحديقه دي موجوده قدام مستشفى الحوض المرصود للجلديه، وقدام شارع الحوض المرصود اللي لسه كنا فيه من شويه صغيرين. دخلنا كده على الحديقه وهنستعرض عدد كبير من الانشطه المختلفه واللي بتقدمها طوال شهر رمضان. زي ما انتم شايفين تصميم الحديقه رائع جدا، والحديقه دي حصلت على جائزه الاغاخان للعماره الاسلاميه سنه 1992. الحديقة هنا كان موقعها حديقة بترجع لأيام المماليك، وكان اسم الحديقة برضو الحوض المرصود. ماشيين كده وبنتمشى جوه الحديقة وبنستمتع برؤية أهالي مصر وسكان حي السيدة وسكان من عدد كبير من المناطق المحيطة بالسيدة بيستمتعوا بليلة من ليالي رمضان. الأطفال بتلعب وبترسم، وفي مجموعة كبيرة كده من الأنشطة الخاصة بالفنون التشكيلة زي ما انتم شايفين كده، بيتجمعوا كده وبيتعرفوا على بعض. في فرقة كذا لون اللي موجودة للعرايس، وموجود فيه الأراجوز، وموجود فيه الساحر في الجزء أو في الحديقة الثقافية. في عدد من العروض الفنية، الناس عمليات الإنشاد اللي موجودة في الجزء ده من حي السيدة زينب جوه الحديقة الثقافية. روح واستمتع وابسط ولادك وبسط أهلك وعيلتك وحبايبك في جزء كبير أو في ليلة من ليالي رمضان، بعد بقى ما تصلي التراويح وتقرأ القرآن وتدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يعني يبلغنا ليلة القدر يا رب بإذن الله إن شاء الله. في برضو كده معرض للكتب من الحاجات المشهورة جدا، لأن الحديقة اسمها الحديقة الثقافية.
زي ما بقول لكم هنا هتلاقي ورش فنون تشكيليه وورش للحكي وعروض مسرحيه وكورال للاطفال وفقرات للاراجوز والسيرك والساحر وانشطه لذوي الهمم وانشاد وشعر ومعرض كتب زي ما احنا شفنا، حاجات لا حصر ليها، هتستمتع بيها جدا جوه الحديقه الثقافيه في قلب حي السيده زينب. خدوا ولادكم وتعالوا هنا عشان ترجعوا لهم جزء من طفولتهم المفقوده وجزء من التفاعل الاجتماعي اللي فقدوه من كتر ما بقى الموبايل والتابلت والكمبيوتر هو المتحكم. يعني زي ما انتوا شايفين كده وبتتفرجوا على الاطفال اللي موجودين في المنطقه هنا وبيتفرجوا على هو على عرض من عروض الاراجوز الجميل جدا واللي موجود في الحديقه هنا، يعني هترجع لهم النمط اللي اختفى في الحياه من لعب الكوره والجري والمسامره واللي اختفت تقريبا وسط تكنولوجيا موحشة، يعني عملت توحد للكبير قبل الصغير. اتفرجوا على بعض العروض الفنية الجميلة جدا واللي بتدي قيمة مهمة جدا في شهر الصيام وفي شهر رمضان، وهيقضوا ليلة جميلة جدا من ليالي شهر رمضان. كمان في بعض زي ما بقول لكم كده العروض الفنية، يمكن انا سألت على العرض ده، هو عرض اسمه اليرعى اليمنية، والعرض ده بيتعمل عند الجواز في اليمن. يمكن الحديقة الثقافية دي بتتبنى بعض الأنشطة الخاصة بالدول العربية، بنتفرج على الفولكلور الخاص بالدول العربية بشكل عام، سواء كانت اليمن او سوريا او العراق او عدد كبير من الدول العربية واللي بيشتركوا مع مصر في عدد كده من الأنماط الثقافية. برضو بنتفرج كده على العادات الخاصة بالدول دي وعلى يعني جزء كبير جدا من المشتركات الثقافية. قدامنا برضو الراجل بتاع الفشار كده اللي بيبيع الفشار للأطفال الصغيرين اللي موجودين قدامكم وبيستمتعوا بليلة من لياليهم. زي ما بقول لكم روحوا مع أولادكم وبسطوهم واتبسطوا معاهم واستعيدوا فرح أطفالكم. لا بجد استعيدوا اطفالكم نفسهم من العاب العنف الالكترونيه. احنا قدامنا دلوقتي كده برضو واحد بيقول جزء من الشعر داخل الحديقه الثقافيه، ويعني زي ما انتم شايفين كده انشطه متنوعه بشكل كبير، وهتستمتع سواء كان كبير او صغير هتستمتع بوجودك داخل الحديقه الثقافيه، سواء كنت بتحب الشعر او بتحب الانشاد الديني او بتحب العروض الفنية او الفنون التشكيلية، هتستمتع بشكل كبير جدا في الحديقة الثقافية اللي موجودة هنا في حي السيدة زينب. وزي ما بقول لكم هترجعوا لاطفالكم لعبة الاستغماية ولعبة صياد الحمام والحجلة وحاجات كانت ممتعة جدا وفيها حركة وترابط جميل. كان الاطباء والدكاترة فعلا بيقولوا ان الاطفال لازم يكون ليهم انشطة اجتماعية عشان ترجع لهم روح الطفولة بدل الإدمان الإلكتروني. احنا بالفعل خارجين كده من الحديقة الثقافية. من الحديقة الثقافية بقى رجعنا على شارع الكومي، واحنا داخلين كده على شارع النصرية. قدامنا كان على شمالنا شارع محمد عز العرب او شارع المبتدئين، قدامنا على الشمال كده شمال شارع النصرية وهو شارع خيرت اللي بيوصلنا لميدان لازولي. بالفعل دخلنا على شارع النصرية، ويمكن هو من الشوارع الجانبية الشهيرة في السيدة، ممكن تعتبره شارع، ممكن تعتبره حارة، ممكن تعتبره يعني بصراحة هو من الشوارع الممتعة بشكل عام. يبتدي من شارع الكومي وبيفضل مكمل لغاية شارع مجلس الشعب أو مجلس الأمة. شارع موجود فيه عدد من المساجد الأثرية زي مسجد كعب الأحبار والرماح وجامع الإسماعيلي، كمان بيطل عليه دروب وأزقة وشوارع جانبية مهمة في السيدة زي درب الغزالي ودرب أبو الحاف وأواوير وشارع يعقوب وجامع الإسماعيلي وغيرهم كتير كتير كتير. شارع هنا بيحكي جمال الحواري الشعبية المصرية. الناس هنا هتحس انهم على سجيتهم تماما، طيبة ودفى مش هتلاقيهم في حتة تانية. شارع فيه محل فواكه اللحوم المشهور اللي هو محل بحة، وبما اننا في حواري ويمكن كان من اكتر المهن المشهورة في شهر رمضان واللي كانت بتتميز في ازقة ودروب وشوارع وحواري مصر، وهي مهنة المسحراتي. فعايز اقول لكم رغم اختفاء المسحراتي من بلاد كتير الا انه مازال حاضر في عقول واذهان المصريين، والنداء الشهير بتاع اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم لسه بيرن في ودان المصريين كل ما يهل علينا الشهر الكريم. طبعا كلمة مسحراتي جاية من كلمة السحور، وطبعا هي كانت مهنة او وظيفة او حتى مهمة كان بيقوم بيها شخص معين عشان ينبه الناس بموعد السحور. الحكاية ان الراجل المسحراتي ده كان بيمسك طبلة وعصا
العصاية وبيفضل ينقر على الطبلة قبل الفجر بوقت كفاية عشان الناس النايمة تصحى تتسحر وتستعد للصيام والصلاة الفجر. بداية الحكاية بدأت مع بداية الإسلام، وكان سيدنا بلال بن رباح واللي كان أول مؤذن في الإسلام كان بيعتاد إنه بيخرج قبل الفجر ومعاه ابن أم كلثوم، وكانت مهمتهم إن هما يصحوا الناس عشان يتسحروا. كان واحد بينادي فالناس بتبدأ بتناول السحور، والتاني ينادي بالإمساك عن الأكل لقرب أذان الفجر. المؤرخين بيجمعوا ان اول مسحراتي بالشكل اللي حكيناه كان اسمه اسحاق ابن عقبة، وكان والي مصر سنة 228 هجرية في وقت الدولة الفاطمية، وكان بيروح ماشي من مدينة العسكر لمدينة الفسطاط والجامع عمرو بن العاص وينادي على الناس عشان يتسحروا، وكان اول واحد بيصحي الناس على الطبلة. ومن حوالي 1000 سنة وفي عصر الدولة الفاطمية برضو وفي عهد الحاكم بأمر الله واللي كان بيؤمر الناس ان هم يناموا بدري بعد صلاة التراويح، كان الجنود بيمروا على البيوت وبيدقوا البيبان عشان يصحوا الناس للسحور، وده لغاية ما تم تعيين واحد باسم المسحراتي عشان يعمل المهمة دي ويدق على البيبان بالعصاية عشان الناس تصحى. وطبعا حصل التطور اللي قلنا عليه قبل كده، فضلت المهنة دي تظهر وتختفي لغاية ما جه السلطان المملوكي الظاهر بيبرس ورجع عمل على إحيائها بقى كتراث إسلامي. وبعدين في عصر النصر محمد بن قلاوون اتعملت نقابة للمسحراتية واتطورت مهنة المسحراتي، وأصبح المسحراتي كمان بيجدوا بأشعار شعبية وقصص من الملاحم وزجل وحاجات تانية كتير. احنا دلوقتي بقى قدام واحد من اشهر محلات فواكه اللحوم في مصر، وهو مطعم بحة اللي موجود في شارع النصرية، واللي بيعتبر موجود كمان في بداية شارع محمد فريد اللي بيكمل لوسط البلد. رحنا بقى من محل بحة وبتاع فواكه اللحوم بنتفرج كده على محلات الترشي في محيط حي السيدة زينب، وكان في محل موجود في شارع مراسينا، والمحل ده موجود في شارع السد او شارع يوسف السباعي. كان الترشي ده من الحاجات اللي المصريين بيحبوها جدا في رمضان، ولازم تبقى موجودة على سفرة الفطار بكل انواع المخللات من فلفل وجزر وخيار ولفت وحاجات تانية كتير. واحنا بنحكي عن الترشي رجعنا لشارع محمد فريد، ورغم اننا نعتبر دلوقتي في حي حي عابدين، لكن الحارة اللي احنا دخلناها دلوقتي انا بعتبرها استكمال لحي السيدة وتعبير مهم جدا عن الحي العريق. الحارة اللي احنا فيها هي حارة السقايين، وشكل الحارة بصراحة جميل جدا في رمضان. اتفرجوا كده على شكل الأقمشة اللي بتغطي الحارة بشكل كبير، اتفرجوا على زينة رمضان، اتفرجوا على الفانوس الجميل الأحمر اللي موجود قدامكم ده وسط مجموعة كبيرة من المحلات اللي بتبيع. كان في محل من المحلات التوم المشهورة جدا اللي موجودة في حارة السقايين، ولسه بنستكمل رحلتنا داخل حارة السقايين. حارة جميلة جدا، ويمكن كان السقايين بيسكنوا في الحارة دي بشكل كبير في فترة من فترات التاريخ في مصر، وده لقربها من الخليج المصري واللي كان موجود مكان شارع بورسعيد دلوقتي. تعتبر الحارة دي من أشهر حواري مصر، وفيها روح وجو وسحر الحواري الشعبية في مصر الجميلة. بصوا يعني بصراحة جميلة جدا، في بعض القهاوي اللي موجودة في حارة السقايين، الباب اللي مقفول قدامك، حاجات تاريخية زي ما انتم شايفين كده، الحوائط دي بتحكي عن تاريخ قديم جدا مر عليه مئات السنين. وبيحبوا طبعا المصريين جدا زينة رمضان، وبيحبوا الأنوار الخاصة برمضان، والأطفال والشباب بيحبوا جدا ان هم اول ما يهل علينا شهر رمضان وقبل واحنا في شهر شعبان بيعلقوا الزينة دي بشكل متسع جدا في كل الحواري والدروب والأزقة اللي موجودة في عدد كبير جدا من الأحياء المصرية الجميلة. يعني الأحياء اللي لا يمكن تتعوض، الأحياء اللي عايش فيها أهلنا، عايش فيها أهل مصر الطيبين. وزي ما كنا بنحكي عن مهنة المسحراتي، إن شيء طريف بقى إنه مع ظهور التلفزيون والراديو قلت مهنة المسحراتي، لكن فضل المسحراتية موجودين وطوروا من المهنة دي بأنهم بقوا يكتبوا أسماء الناس اللي عايزين يصحوهم وينادوا عليهم واحد واحد. ومن حارة السقايين رجعنا مرة تانية لميدان السيدة زينب، وبنشوف بقى بعض الأجواء الخاصة برمضان وبالزينة والأنوار اللي مالية الشوارع واللي بتبعث البهجة كده في نفوس أهل مصر الطيبين. كمان يعني وإحنا موجودين في شارع بورسعيد كده وبنتجول أو بنشوف شكل الشارع بشكل عام، بنشوف واحد من المحلات الفول والطعمية المشهورة جدا هو محل الكرابيجي واللي موجود في شارع بورسعيد. ركبنا بقى العربية مرة تانية، وفي نهاية رحلتنا واحنا داخلين كده على مسجد السيدة زينب وماشيين في شارع بورسعيد
بقول لكم تعالوا وزوروا الأماكن دي، استمتعوا بجو وانبساط مش هيتكرر. السيدة بصراحة من الأحياء الممتعة بالفعل، حي مختلف، حي بينبض كده بالحياة، حي مليان بمجموعة كبيرة من التفاصيل. وأظن إحنا شفنا عدد كبير جدا من التفاصيل في حلقتنا النهاردة، وفي عدد كبير كمان من التفاصيل ما قدرتش إن أنا يعني نشوفها في حلقة النهاردة. بإذن الله هنشوفها في خلال حلقتنا القادمة بشكل عام، أو في رمضان القادم بشكل عام إن شاء الله. عايز أقول لكم إنه حي مليان بالترابط والحب، حي بيلخص حياة المصريين، بيلخص قربهم من بعض، حي الجدعنة والشهامة والرجولة والقلوب الصافية. تعالى السيدة، وأوعدك هترجع تاني. وبقول كل التحية لأهل السيدة اللي كلنا بنحبهم. أتمنى إن رحلتي النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.